صباح الخير. وين رجلتي؟ ماجد، يا ماجد، تو قاعد؟ صح النوم؟ صح بدنك. أقول هالأغراض هذه شيلوها وياكم، ما عندي مكان في السيارة، وبسرعة تجهزوا علشان بنطلع بعد ساعة. وين نروح؟ نروح المزرعة. يلا لبسوا ونزلوا. زبيدة يبا لا تنسي شيء من الأغراض، ها؟ يلا بسرعة ناطريكم في السيارة. صباح الخير. صباح النور. شنو انت نايم بلبسك من امس؟ ايه امس ما رديت البيت. ليش؟ هاوش فيك؟ انت كنت تدرين ان ابتسام حاطه مسجل بالصاله؟ ردي علي. لا شلون بعرف اني حاطه مسجل؟ بعد تكذبين؟ انشقت السماء من صواريخك. ايش قالت لك بالضبط؟ ما لك شغل باللي قالته. انت كنت تدرين؟ وليش ما قلتي لي؟ هي قاعد تسوي كل شيء عشان تربط اصابعك بينك، اصلا هذا اللي هي تبيه. مو شغلك وجاوبي على اسئلتي. ماني مجاوبه على اسئلتك، بس خلاص ترى انا طقت شبدي، كل يومين دورك سالفه عشان تزعل فيها مني. الى انك تنرفزين. ولا تسأليني ليش، لاني ما ادري، كل شيء فيك صاير ينرفزني. احس في فكره ببالي تغيرت وانا ما ابي اغيرها. امس لما قلت لك نبي نرجع نفس قبل، كنت اقصد ان نرجع بالزمن. لما كانت اعمارنا 10 سنين، لما ما كنت افكر بشيء غير ان سعاد بنت عمي اللي احب اخليها تلعب معي باي لعبه العبها. اللي انطر الزواره مناطر علشان اطفرها. انا ما ابي سعاد اللي بديت اسال نفسي وايد اسئله عنها. اللي ممكن اخسر زوجتي وبيتي واهلي بسبه فكره تدور براسي عنها. شنو هي الفكره؟ حتش عصام شنو هي الفكرة؟ فكرة لازم أسوي كل شيء عشان أشيلها. عجبتك؟ لا مو عجبتك، ولا خايف تقول إنها عجبتك؟ مو عجبتني، حتى لو عجبتني لازم تنشالها.